إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم مواصلة لتفسير الآية 30 من سورة النساء، فإلى التفسير. جاء الوعيد على تسويف التوبة في قوله سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. والنهي الذي أشار إليه ابن جرير هو نهي لم يأتي بعده وعيد إلا هذا الوعيد، فلذلك جعلها الإشارة هنا ترجع إلى كل ما تقدم. وقد ضعف أبو حيان وغيره قول ابن جرير، وعول أبو حيان في ذلك على أن هذه المنهيات جاءت متناثرة في مواضع من السورة يفصل بعضها عن بعض فواصل، فلذلك لا يمكن أن تكون مندرجة جميعا فيما يشار إليه، فليبعد أن تكون الإشارة إلى كل ما تقدم. وقال بأن أضعف من ذلك القول بأن الإشارة ترجع إلى كل ما تقدم ذكره من المنهيات من بداية السورة، فهذا القول أبعد ما يكون. وإنما وجد المحققين من المفسرين يجنحون إلى أن الإشارة إلى ما ذكر في الآية السابقة، أي إلى الأمرين جميعا، إلى أكل المال بالباطل وإلى قتل الأنفس، فكل منهما يندرج في هذا الوعيد. وهذه المسألة يمكن أن يلتفت فيها إلى قاعدة مشهورة عند الأصوليين ولها نظيرة عند النحويين. فالأصوليون ذكروا بأن الجمل إن عطف بعضها على بعض ثم جاء بعد ذلك استثناء أو أي تخصيص متصل لما سبق ذكره في تلك الجمل، فهل يكون هذا الاستثناء أو ذلك التخصيص راجعا إلى جميع الجمل السابقة أو أنه يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط؟ منهم من قال بأنه راجع إلى جميع الجمل السابقة، ومنهم من قال بأنه يرجع إلى الجملة الأخيرة لأن الإشارة تكون إلى أقرب مذكور. ومن قال بهذا أو ذاك، عندما تكون هناك قرينة تدل على خلاف ما ذهب إليه فإنه يعول على القرينة. أي من قال بأن التخصيص أو الاستثناء يعودان إلى الجملة الأخيرة فحسب، يقول إن وجدت قرينة تدل على عوده إلى كل الجمل السابقة فإنه يحمل على أنه عائد إليها جميعا. ومن قال بعكس هذا كذلك يقول في العكس مثل هذا. والنحويون قالوا مثل ذلك فيما إذا كانت جمل جاء من بعدها ضمير يمكن أن يكون عائدا إلى ما سبق جميعا، ويمكن أن يكون عائدا إلى المتأخر، فهل يحمل على المتأخر أو يحمل على جميع ما تقدم؟ كذلك هم اختلفوا في هذا، منهم من قال بهذا أو منهم من قال بذاك. وقد وجدت بعضهم فرع
على ما قاله الأصوليون من الاختلاف. وكذلك حكم الإشارة لا يختلف حكمها عن حكم الضمير في معانيه، ولا يختلف أيضا عن حكم التخصيصات المتصلة التي تأتي بعد الجمل المتلاحقة، ولكن الرابط موجود وهو العطف. ولما كانت هذه الجمل يعطف بعضها على بعض فإنها في حكم الجملة الواحدة، لأن العطف يشرك المتعاطفات في الحكم ويجعلها كالشيء الواحد. فلذلك نحن نرى أن هذه الإشارة هنا ترجع إلى ما سبق ذكره في الجملتين المتعاطفتين قبل هذه الآية الكريمة. فالإشارة ترجع إلى أكل الأموال وإلى قتل الأنفس، ومعنى هذا أن الوعيد يتوجه إلى كلا الأمرين. ومن يفعل ذلك، أي ومن يفعل أي شيء من هذا أو ذاك فهذا وعيد، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، ذكر الله سبحانه وتعالى هنا العدوان والظلم، وما الفرق بينهما؟ من المفسرين من حملهما على معنى واحد وقال بأن العدوان والظلم هما بمعنى واحد، ولكن عطف أحدهما على الآخر من أجل اختلاف اللفظ، وهذا مما نظر له ببعض ما جاء في القرآن، كما في قول الله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. البث والحزن هما بمعنى واحد، ولكن عطف أحدهما على الآخر من أجل الاختلاف في التعبير. وقد جاء نحو ذلك في كلام العرب، كما يقول الشاعر: فقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا. فالكذب والمين هما بمعنى واحد، ولكن العطف لأجل التغاير اللفظي بينهما. ومن المفسرين من جنح إلى التفريق بينهما، وكان ممن ركزوا على ذلك الإمام محمد عبده، وقد ركز كثيرا على التفريق بين العدوان والظلم، وقال بأن العدوان أن يقصل الإنسان فعل الشيء، لأن العدوان أصله من عدا يعدو، وهذا يحمل على تجاوز الحد، أن يعدو الإنسان على شيء، أي أن يتجاوز الحد المأذون به في ذلك الشيء إلى ما لم يؤذن به. فالعدوان إذن هنا أصله تجاوز الحد، ولكن أريد به القصد والعمد. والظلم أن يكون ذلك على خلاف الوجه الشرعي، أن يكون على خلاف المأذون به، أي أن يصادف ما قصده من ارتكاب المخالفة الشرعية. وبناء على هذا قال بأنه إن لم يجتمع الأمران فلا يعتبر مثل هذا الوعيد. ضرب مثلا لذلك، ضرب أمثلة لذلك في العدوان الذي لا يصادف ظلما، أو الظلم الذي يصادف من غير عدوان. ضرب أمثلة لذلك، قال مثال العدوان الذي لا يصادف ظلما: أن يقصد أحد قتل أحد بعينه هكذا ويصدر منه القتل في حقه، ثم يتبين بعد ذلك أن هذا المقتول كان مترصدا للقاتل ومتربصا به يريد قتله، فإن هذا القتل الذي كان منه هو عدوان، ولكنه
لم يكن ظلما من حيث إنه صادف أنه بوجه من وجوه الحق، أي صادف هذا القاتل أن قتله كان بوجه من وجوه الحق، أو أن يكون ذلك القاتل سبق له أن قتل قتيلا لهذا ولاية في دمه. والظلم قد يصادف من غير قصد أيضا، بأن يرى أحد متوجها إليه في صورة الصائل، فهو لا يتصور إلا أنه صائل عليه، فيريد أن يصد صولته فيفتك به، ثم يتبين بعد ذلك أن ذلك ليس كذلك، كان ذلك خطأ. وكذلك بالنسبة إلى أكل المال، فقد يقصد أحد أن يأكل مال أحد من غير وجه حق، ولكن لا يصادف أن يكون ذلك ظلما إذ يتبين أن ذلك المال مال. وكذلك العكس، ومهما يكون، فنحن نقول بأن الصورة التي يعتدي فيها الإنسان على غيره ولو صادف وجه الحق هو مؤاخذ بذلك العدوان، لأنه ناو لارتكاب الظلم وهو مجزي بنيته. فإن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وهذا نوى نية سيئة، إذا أراد الفتك أو أراد أن يأكل مالا آخر بغير وجه حق، فإذا بسبب كونه نوى هذه النية السيئة ومؤاخذ. ومن المفسرين من فرق بين العدوان والظلم، وقال بأن العدوان يكون بوجه حق، وقد يكون وفي أغلبه هو باطل، واستدل لهذا بقول الله تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين. قال: ذلك عدوان ولكنه بوجه من وجوه الحق، فلا عدوان على، ولكن في الغالب لا يكون العدوان إلا ظلما. وبناء على هذا قال بأن بينهما خصوصا وعموما، فمعنى هذا أن العدوان أعم من الظلم، والظلم أخص من العدوان. وفسر العدوان بأنه التسلط بشدة، ولكن مهما يكون من أمر، فإن إطلاق العدوان على صد عدوان الظالمين وفي حقيقته غير عدوان، وإنما هذا يقرب من المشاكلة اللفظية، كما في قول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، نحو قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. لما كان هذه المعاملة في صورة الاعتداء بسبب ما فيها من الشدة عبر عنها بالعدوان، ولكنها في الحقيقة ليست عدوانا، وإنما هذا من باب التجوز، لا يعني ذلك أن يكون من باب التجوز. هذا ولا ريب أن أكل المال بالباطل لا يكون إلا عدوانا وظلما. أكل المال بالباطل لا يكون إلا عدوانا وظلما. ولذلك وقع كثير من المفسرين في حيرة هنا، حتى أن بعضهم كما قلنا قال بأن ما ذكر من الوعيد إنما يرجع إلى آخر مذكور وهو القتل، لأن القتل قد يكون غير عدوان وظلم، وذلك بأن يكون قصاصا. أما أكل المال لما قيد من أول الأمر بأنه أكل بالباطل، فإذا لا معنى لجعله غير عدوان وظلم، ولا يخلو من كونه عدوانا وظلما. مهما يكن فإن ذلك مما يدخل في العدوان والظلم، فلماذا هذا التقييد هنا؟ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا وكان ذلك على الله يسيرا. كيف كان هذا التقييد؟ مع أن الأكل بغير حق
إذا كان بغير بوجه حق لما قيل بأنه بالباطل، لو كان بوجه حق لما قيل بأنه بالباطل. فلماذا هذا التقييد؟ أشار إلى هذا أبو حيان وقال بأن هذا مما لا يراد به التقييد، وإنما يراد بأنه وصف لازم. وقد رأيت نظائر كثيرة في القرآن الكريم تأتي لمثل هذا، تأتي آيات في الكتاب العزيز فيها ما يفيد تقييد حسب الظاهر، ما يفيد حسب الظاهر تقييد وعيد أو تقييد حكم. ولكن إذا جئنا إلى القرائن وجدنا أن ذلك التقييد غير مراد، وهذا لا يكون إلا لقصد تغليظ الحكم أو بيان علة الحكم. وقد يجتمع الأمران كلهما وهما التغليظ وبيان علته. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. قال ويقتلون النبيين بغير حق، ولا يكون قتل النبيين حق، هذا لم يرد به التقييد، وإنما أريد به تأكيد هذا الوعيد وبيان أن ما ذكر علة فهم فعلوا ما فعلوه بغير وجه حق، فكانوا جديرين بهذا الوعيد. كذلك قول الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. في موضع آخر ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، أن قتل الأنبياء لا يكون بوجه من الوجوه حقا. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. وقتل الأولاد كما كان عند أولئك لا يكون إلا سفها ولا يكون إلا بغير علم. فهذا الوصف هنا لتأكيد مذمتهم وتغليظ الحكم عليهم وبيان علة هذا الخسران الذي توعدوا به. ومثل ذلك قول الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فليس هناك إثم أو بغي هو حق، كل إثم وكل بغي هو بغير حق، وليس هناك إشراك بالله سبحانه وتعالى أنزل به سبحانه وتعالى سلطانا، ليس هناك سلطان يسوغ الإشراك بالله سبحانه وتعالى. كل إشراك بالله إنما هو إشراك بغير سلطان. فإذا ما كان خارجا هذا المخرج إنما يحمل على قصد التغليظ وقصد التأكيد وقصد التعليل. فهؤلاء استحقوا هذا الوعيد لأن فعلهم كان عدوانا وظلما، إنما استحقوا ما استحقوه من الوعيد لأن فعلهم إنما كان عدوانا وظلما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فسوف نصليه أي نجعله صاليا للنار، الفعل اللازم صلي يصلى، وتعليته إما بالهمزة وذلك بأن يقال أصلاه يصليه، أو بالتضعيف بأن يقال صلاه يصليه. والجمهور جمهور القراء أي القراء العشرة جميعا قرأوا نصليه وقرأ نصليه، وقرأ النخعي نصليه، قرأ نصليه على لغة صلاه النار يصليه بمعنى جعله صاليا في النار، أي على لغة التعدية بغير الهمزة والتضعيف. هذه لغة عند العرب، ولذلك يقال شاة مصلية بناء على هذه اللغة.
وإسلاء النار أي الإدخال في النار بحيث تجعل النار محرقة له ومعذبة له، هذا هو إسلاء النار. فإذا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا، سوف كما هو معلوم تخلص المضارع للاستقبال، وتأتي لما تأتي له السين، ومنهم من فرق بين السين وبين سوف فجعل سوف دالة على المسافة الأبعد من الزمن، وسين بخلاف ذلك، ومنهم من لم يفرق، وهذا هو الأظهر، لا دليل على التفريق بين السين وسوف إلا بناء على قاعدة أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وهذه القاعدة غير مسلمة وإنما هي أغلبية، فقد تكون زيادة المعنى في قلة المبنى كما في حذر وحاذر، فحذر أبلغ من حاذر، ومع ذلك حروفه أقل من حروف حاذر. وهذا الوعيد إنما توجه على هذا الفعل الذي يتنافى مع حكمة الله سبحانه وتعالى في تشريعه، لأن من ضمن مقاصد الشريعة حفظ الأنفس وحفظ الأموال، فإذا أطلقت يد الناس لتتصرف في الأموال كيف تشاء وكذلك لتتلاعب بحياة الأنفس كان ذلك أمراً مخيفاً، وكان ذلك منشأ عدم الاستقرار وعدم الطمأنينة ومنشأ الفتن المتلاحقة. فلذلك توعد الله سبحانه وتعالى هذا الوعيد الشديد. ومما يوسف له أن نجد من كبار العلماء النابغين من يكون أسير فكرة معينة في التصرف في تفسير القرآن الكريم، كما نجد الفخر هنا على نبوغه وسعة علمه يقيد هذا بالمستحل. ما وجه هذا التقييد بمن يستحل هذا الفعل؟ ويقول بأن الإنسان إذا استحل هذه الأفعال خرج من الملة. فلذلك لو كان هذا مقيدا بمن فعل ذلك مستحلا للزم منه أن يكون هنالك للناس مجال في التلاعب بحياة الأنفس والتلاعب بالأموال، مع أن الخطاب في أول الآية السابقة وجه إلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. ثم جاء هذا الوعيد: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فلا وجه لأن يحصر هذا الوعيد في المستحل، لكان هذا الوعيد خاصا بالمستحل للزم أن يوجه إلى الاستحلال لا إلى الفعل. الله تعالى لم يقل ومن يستحل ذلك، وإنما قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، لأن الاستحلال على أي حال ونفسه تحد لأمر الله واعتراض على حكمه سبحانه وتعالى بغض النظر عن ارتكاب ما يستحل أو عدم ارتكابه. فإذن هذا الوعيد كالوعيد الذي جاء في كثير من الآيات القرآنية، والله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين بقوله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هذا ولما كان هذا الوعيد على القتل وعلى أكل الأموال بالباطل، فإن كل قتل لم يكن بوجه حق إنما هو قتل محرم يترتب عليه هذا الوعيد الشديد، سواء كان قتلا لإنسان نفسه وذلك بأن يكون انتحارا، وقد سبق ما جاء في الأحاديث من التشديد في ذلك
والوعيد البالغ على الانتحار، ولا يكون الانتحار حقا. أي انتحار لا يكون حقا. لا يسوغ للإنسان بوجه من الوجوه أن ينتحر مهما نزل به من ضراء أو شدة، فإن الانتحار إنما هو اعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى وحكمه وعلى سنته في الحياة. وكذلك قتل الغير، لا يجوز أن يقتل أحد إلا بوجه حق. حرمات النفس الإنسانية حرمات بالغة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن الانتحار وقتل النفس ما يفعله الكثير الآن من السرعة الجنونية والسباق في قيادة السيارات، حتى أدى ذلك إلى إهلاك الحرث والنسل، وأدى ذلك إلى تيتيم الأولاد وترميل النساء وإثكال الأمهات. كم من مصائب تقع في كل يوم والناس لا يرعون، كم من عبر تظهر من خلال هذه الحوادث وما تجر على الناس من ويلات، وكم من أسر تفنى بسبب هذه الحوادث التي هي ناشئة عن الطيش والجهل وعدم المبالاة بما يترتب على هذه السرعة الجنونية. قبل يومين من الآن شاهدت حادثا مؤلما، وقد ذهب ضحيته 5 والسادس طفل صغير تحطم، ورأيت السيارة تشتعل نارا اشتعالا، وقد اشتوى في هذه السيارة التي تشتعل نارا 3 حتى لم يفرق بينهم ولم يفرق بين الأنثى والذكر منهم. في نفس الوقت في السيارة الأخرى شخصان ماتا مع الطفل الذي أصيب بما أصيب به. هذا كله من عدم المبالاة بحرمات الأنفس. لا يبالون بحرمات أنفسهم ولا يبالون بحرمات غيرهم، فهؤلاء ناحرون منتحرون، يترتب على فعلهم هذا الوعيد الشديد. وهؤلاء لا يقال بأن فعلهم خطأ ما دام الإنسان يسابق غيره في مكان ليس له أن يتقدم فيه، قد يأتي إلى منعطف أو يأتي إلى مكان يرى سيارة تأتي من أمامه ولكن لا يبالي أن يخرج عن خطه إلى خط السيارة المقبلة فيتصادم معها. هذا مما يؤدي إلى إهلاك الأنفس، ويؤدي إلى إغلاق البيوت، ويؤدي إلى مصائب عظيمة، مصائب في الأنفس ومصائب في الأموال. كم من أموال تنفق في علاج هؤلاء الضحايا، ضحايا السيارات وحوادثها. فعلى كل من يقود سيارة أن يتقي الله تعالى، وأن يدرك أنه أمين على نفسه، وأمين على من يركب في سيارته، وأمين على ركاب السيارات الأخرى، وأمين على من يمشي في الطريق، هو مسؤول عن كل من هؤلاء. فعلى الكل أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحرصوا على سلامة أنفسهم، وأن يحرصوا على سلامة غيرهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يكلأنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اهدنا للهدى، ووفقنا للتقوى، وعافنا في الآخرة والأولى، وخذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واقطع اللهم دابر أعداء الدين، واستأصل شافتهم أجمعين. اللهم شتت شملهم، ومزق جمعهم، وفل حدهم، وأقلل عدهم، وارد كيدهم في نحورهم، وأعذنا وجميع المسلمين من شرورهم، وامحو آثارهم، وأورثنا أرضهم وديارهم، واطمس على أموالهم، واشدد على قلوبهم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هكذا مستمعي الأكارم كنا مع تفسير الآية 30 من سورة النساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع
تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.